وتأتي المجر لتعلن دعمها لمصر في أزمتها الحالية، ولم تتسرع باتخاذ إجراءات بشأن تعليق رحلاتها إلى مصر بعد أزمة الطائرة الروسية الأخيرة. وهذا ما اتضح خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري بنظيره المجري بيتر سيارتو. وفي لقاء صحفي مشترك أبدى وزير الخارجية سامح شكري اندهاشه من تسرع عدد من الدول الشركاء وإصدارهم قرارات دون أدلة واضحة على استهداف الطائرة الروسية. أبديت للوزير الامتنان والشكر على المواقف الإيجابية التي تتخذها المجر في عدم التسرع باتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير السلبي على الاقتصاد المصري، الحفاظ على مستوى التواصل من قبل السياحة المجرية إلى مصر، عدم تغيير الإرشادات السياحية إلى مصر رغم ما شهدناه في الأيام الماضية من توتر وتسرع من قبل بعض الشركاء الذي كان له تأثيره السلبي على الاقتصاد المصري ومجال السياحة على الوجه الخصوص. قررنا عدم تغيير توجيهات السفر إلى مصر حتى لا يؤدي ذلك لخسائر في الاقتصاد المصري، أيضا لأن مصر شريك استراتيجي لنا. الجانب المجري أعرب عن احترام حكومته الشديد للرئيس السيسي والحكومة المصرية، مشيدا بما تحقق من إنجازات في أرض الواقع. حققت مصر طفرة في التنمية الاقتصادية وهي من أهم عوامل استقرار المنطقة، ونتطلع لزيادة حجم استثماراتنا في مصر بمعدل 14%. الاستفادة من القدرات المجرية في مجالات رفع الكفاءة والقدرات للجانب المصري في إطار الاستعداد للإقدام على إقامة أول مفاعل لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية. We look at Egypt as a strategic ally when it comes to the fight against terror. أما قضية الإرهاب فكان لها نصيب كبير من المؤتمر الصحفي، حيث وصف وزير الخارجية المجري مصر بأنها حليف استراتيجي في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واستقرارها يعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسره. نحن طلبنا بأن تكون الحملة على الإرهاب حملة شاملة من حيث استهداف كافة المنظمات الإرهابية. بينما رأى شكري أن هناك بعض الأطراف التي لم تقدم الدعم اللازم حتى الآن لمحاربة الإرهاب، سيما في مكافحة بعض التنظيمات المتطرفة التي تعمل داخل أراضيها.